صديقاتي أصدقائي الكرام، حقيقة هذه الحلقة الأولى اللي بشرفني قول لي أسجلها بوجود بحدود 35 للأربعين شهادة تقديرية من مختلف المؤسسات على الأصعدة البيئية والفنية والتراثية والثقافية والرياضية والسياسية على مدار العمر. وحبيت ليس من باب الاستعراض والله بيشهد صرت تعرفوني نفسيتي، ولكن بحس اني في 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 شبه جنة حقيقية بتقربني لكم اكثر واكثر، بتقربكم لإلي، وبحب تشاركوني هالفرح ضمن هالمجموعة الجميلة اللي بتذكرني بكل من قدم لي تكريم، وهذا لا سمح لكم باب الاستعراض. حتى انتقل لموضوعنا اللي هو اول موضوع رح قدمه من هالمكان، ان شاء الله يا رب تقدروا تشوفوه في يوم من الايام وبتشرف. وانتم اهلي واخوتي واصدقائي وصديقاتي واخواتي. موضوعنا في هذه الحلقه عن فنان له معزه خاصه بقلبي، وهو ابن مملكة الخير السعودية البار الفنان الكبير عبادي الجوهر، وهو أحد أساطين الأغنية السعودية، أحد الذين جعلوا من الأغنية السعودية لها موقع ومركزة وتقلها من باب التطريب ومن باب الكلاسيكية ومن باب إعطائها رؤى وجمالات حقيقة تحمل بصمة عبادي الجوهر. واللي خلانا نحب أكثر وأكثر عبادي الجوهر، وهيدي بدون أي مواردة لا سمح الله وابتعاد عن الواقع، هو إعجابه الاستثنائي بالموسيقار فريد الأطرش، وخاصة في المجالين الموسيقى والصوت والعود، وخاصة العود. وهون لا شك الكثيرون، أنا أقول مش المجمل، الكثيرون يضعون عبادي الجوهر الفنان العظيم جزء لا يتجزأ من السيب الثلاثية الفنية اللي حملت مجد الأغنية السعودية. بدون ما يعني نوغل في الماضي، عم نحكي نحن في بالثمانينات سبعينات ثمانينات إلى الآن، وهم المرحوم المطرب العظيم طلال مداح، ومطرب العرب العظيم محمد عبده، ومطربنا فنان العظيم المبدع الأستاذ عبادي الجوهر. والأستاذ عبادي الأيام أعطته خبرة أكثر من رائعة، والدليل على ذلك الحيث اللي صارت معه بمهرجان هلا فبراير في الكويت، اللي لما انطفت الكهرباء طبعا مش رح نفوت نغوص بالتفاصيل ولا الأسباب لو مش موضوعنا هلق، لكن تنبرهن قداش عنده إمكانية وقداش عنده تجربة. انطفت الكهرباء كان عنده الجرأة والخبرة والثقة بالنفس انه يكمل الحفلة أمام جمهور ضخم على عوده في الظلام، وهيدي ما بتجي إلا مع الأيام ومع الخبرة. والحقيقة قدم إشياء رائعة من ناحية العزف، ومن كثر تأثره بالموسيقار فريد الأطرش قدم له، غنى له أضنيتني بالهجر، قدم له على العود طريقة للتعليم التلامذة على العود بكثر إعجابه فيه من خلال أغنيات الحياة حلوة، أحبابنا يا عين، جميل جمال. وغنى كمان برضو في أحد البرامج أغنية أول همسة. يعني عم نحكي بمجمل هالنشاطات هذه يعني بتجسد عشقه لفن الموسيقار فريد الأطرش، ومن كتر عشقه للعود كآلي الأستاذ عبادي، من كتر، وهذه شغلة خاصة بالأستاذ عبادي والأستاذ عبادي فقط، بيقول في مجالسه أنه كان عنده أربع أعواد: عود للتلحين، وعود للحفلات، وعود للجلسات، وعود للتقاسيم. وهون بفرجينا قديش كان متعلق بشيء اسمه عود. وكان مشهور عنه
انه بيبعد كثير عن شيء اسمه مناقشات غير مجدي في مجال الفن، وين في اشياء تعطي اضافات كان هو يتعلق بها ويزيدها ارتقاء. وميزته الاساسيه عندما بنرجع نقول عندما بنذكر عباد الجوهر، كل بيحبوا عبادي بذكروا دائما انه كمان بيحبوا فريد الاطرش، الاكثريه الساحقه عم بقول. وهون لابد ما الاضاءه، ويمكن جزء يسير واللي خليني يعني كنت بدي اعمل عن حلقه عن الاستاذ عبادي فنان كبير، ولكن اللي خليني شوي اني اتحمس اكثر اني قرب الوقت توقيتها هو مقالي للصحافي والكاتب عبد الله الهاجري في قناه الجزيره، وبيقول قدموا للأستاذ عباد الجوهر بطريقة جميلة جدا كاكا، يعني عنده الفحوى الجميل في اللغة، وقال إنه الأستاذ عبادي ما راح مع الموجة الجديدة بأغانيه، بل قصد التطوير والتجديد، ولكن ارتكازا إلى الأصالة وإلى التطريب وإلى الأغنية الكلاسيكية اللي بالعربي الدارج بتروح مباشرة إلى الارتقاء. ولكن هون لما وصل للشيء اللي كنت انا خايف منه بيقول، وكان استاذ عبد الله الهاجري حرفيا بيقول وكان صديق لياليه للاستاذ عبادي الجوهر هو الفنان بليغ حمدي. وبيزيد عليها هالجمله اللي بكل اسف بشوفها لم ترتقي قطعيا للشيء اللي بده اياه الاستاذ عبد الجوهر، بيقول الاستاذ عبد الله الهاجري بيقول واستفاد من فريد الاطرش، هيك جمله عاريه عاريه، يعني مش لابسه ثوب الارتقاء، مش لابسه ثوب المحافظه على 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 صيت الانسان العظيم، مش يعني لا تنسجم مع الواقع. وانا كل شيء بقدر بقول انه فيها اساءه وفيها ابتعاد عن الكياسي وابتعاد عن لغة دبلوماسية الجميلة، وعن مين؟ عن موسيقار فريد الأطرش، وعن مين؟ عباد الجوهر. بتصور الأستاذ عبادي يرفض رفض كامل كلمة واستفاد من فريد الأطرش، والله شيء مؤسف جدا. يعني كيف يعني استفاد من فريد الأطرش؟ أنا ما فهمتها بصراحة، خلي يفسرنا الأستاذ عبد الله اللاجري، لأنه قصة استفاد من فريد الأطرش إكحاف. فريد ما نشغل عن موسيقار ولا العالمي، تكفي كلمة فريد الأطرش، ولكن استفاد من فريد الأطرش. أنا برأيي الأستاذ عبادي الجوهر يرفضها رفضا قاطعا ولا تليق لما بيكون رفيق ليالي بليغ حمدي. وأنا ما يعني أنا عندي معلومات تختلف كليا عن الأستاذ عبد الله الهاجري، وما بعرف من وراء تفكيره من الذي أوحى له بهالكلمات هاي لما وصل عن فريد، وعقدة فريد تجددت عبر مقالة عبد الله الهاجري. وهون حرفيا رح انقل وراح اسمحوا لي اني اقرا، مش احكيكم مباشره، بدي اقرا ما قاله حرفيا الاستاذ عباد الجوهر. بيقول حرفيا بمؤتمر صحفي، وهذا المؤتمر كان 19 سبتمبر 2017 كشف فيه الفنان الكبير عباد الجوهر، بيقول ان معظم عازفي العود في العالم العربي وانا احدهم، هو عم بيحكي الاستاذ عبادي، وانا احدهم تاثروا بتجربه وبحركه المطرب الراحل فريد الاطرش. وقال ايضا في ظهوره الاعلامي في برنامج اسمه الليله على قناه الكويت، بيقول كان حرفيا، وهذه شهادة حق تعطى له خلتنا نحبه أكثر وأكثر، لأنه كتير رائع إنسان يعطي الآخرين حقهم. بيقول حرفيا وكان الأستاذ فريد الأطرش مدرسة وعلامة بارزة في آلة العود، وأكثر من أحببنا العود من خلاله هو الأستاذ فريد. وهو كان بيقول أعظم الشعراء مروا في تاريخ فريد الأطرش، والقصائد اللي لحن فريد الأطرش خلدت هؤلاء الشعراء، وهذا فتح جديد في عالم
الكلمات الرائعة اللي نوادر اللي تطرقوا وقاربوا هالوجهة النظر هيدي. مثلا الأخطر الصغير مبدع، ولكن عش أنت وضنيتني بالهجر خليت ملايين العالم تسمع بالأخطر الصغير. أما متذوقوا إذا كانوا قبل الخبلة لونتين متذوقوا الشعر فقط، مع أنه كمان جفنه علم الغزل عبد الوهاب، في 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 كثير اغاني انعملت، ولكن هيدي دائما سبحان الله الاغنيه واللحن الرائع الراقي هو اللي بيعطي مجد للقصيده. وبيقول هون تكمل اللي كنا عم نحكي بالنسبه للاستاذ عبادي الجوهر، انه كان كثير معجب بمجال الشعر بالامير عبد الرحمن بن مساعد اللي اعطاه تدرين ودري الصبر جاكم الإعصار عيونك آخر أمالي قالوا ترى ومليت، وقال لما حاولوا هيدي عنده كمان بعض الأغاني اللي كتير نجحت اللي هي يا غزال، يعني أغاني عنده مجموعة رائعة وتراث عظيم من الأغاني الناجحة، يا غزال، رحال، حبر ورق، المزهرية، كفاك غرور، الجرح أعظم، وغيرها وغيرها. تأنهي وقول أنه بفضائية العربية الشيء اللي كمان هيك لشكله ترك ظلاله وبطريقة شوي سلبية مش إيجابية على هيك مقاربتي للموضوع، لما قالوا كتبوا لما قالوا أنه في فترة من فترات قيل للأستاذ عبادي الجوهر يجب أن تعمل عملية الغدة الدرقية، ولكن لازم يكون معك علم وتبطل فيك تغني خلاص مع الغدة الدرقية لما تشيلها. قال لك كان محير ما نامش الليل 3-4 ليال، وبعدين استشار عائلته وبنيته وقالوا له خلاص يعني صحتك أهم، وأنت الذي يجب أن تقدمه قدمته بحياتك لجماهيرك لكل الناس للطرب للغنى العربي للفن العربي بشكل عام. وبعدين الحمد لله بتصور الله أغنى عن العملية، حتى وصل تقول أنه هذه الخبرية عن صوته وعن العملية كانت جزء يسير صغير من الخبر الأهم هو المؤتمر الصحفي واللقاء اللي صار بإذاعة الكويت واللي كان موضوع الموسيقى فريد الأطرش. بكل أسف اختاروا العربية حطت العنوان أنه ماذا قال عبادي الجوهر بعدما قيل له أنه يجب أن تترك قصة الغناء ويجب أن تعمل يعني تقوم بعملية معينة. نسوا كل المؤتمر وحطوا الوهج لهالشغلة، يعني إذا الواحد مش قاصد كتير الموضوع ومش من الناس بيحبوا فريد ممكن ما كان يقرأ للخبر. والمؤسف بالموضوع أنه ما وجهوا الموضوع صوب الشيء الأساسي اللي هو مؤتمر صحفي الخاص برأي عبادي الجوهر بالموسيقار فريد الأطرش. كل شيء بقدر بقول رسالة إلى الإعلاميين كلهم أحباب قلبنا، رسالة لكل من يتعاطى بشأن الثقافة والفن عندما يأتون على سيرة الكبار من المعيب لا بل من المؤسف أنه نمر فوق أسمائهم مرور الكرام، لأنه يكفينا شرفا كل ناطق بالضاد أنه يعرف الشغلة اللي ما نضلنا نوثقها حتى تلبس بذاكرة جيلنا الحالي وجيل القادمة أنه فريد هو أحد الثلاثة. سنعيدين 100 مرة وبنعيد على طول أحد الثلاثة الكبار اللي أخذوا جائزة الخلود الفني الفرنسي من الأكاديمية الفرنسية، هو شوبان وبيتهوفن، وهو من الثلاثة الكبار فرانك سيناترا الأمريكي أديت فيها الفرنسي وفريد الأطرش العربي اللي منظمة اليونسكو الدولية ومركزها باريس دعت العالم أجمع لتكريمهم بمناسبة مأويتهم الأولى. بمناسبة مأويتهم الأولى كفانا ظلم لبعضنا، كفانا نجلد عظماءنا، كفانا التعامي عن شغلي مش يعني مش مقبولة لم قريب ولم بعيد. يعطيكم الألف عافية، إن شاء الله كون وصلت الرسالة بطريقة يعني محببة للقلب قريب من الجميع بدون ما أجرح حدا، لأنه بنهاية الأمر كلنا عبيد الله وكلنا منغلبط كلنا نخطئ، ولكن أهم شيء الرجوع عن الخطأ فضيلة ويبقى
اسم ذلك المارد الكبير اللي جزء من ارتقائنا، جزء من كرامتنا، جزء من عزتنا، جزء من عنفواننا، جزء من كبرنا. فريد الأطرش، شكرا جزيلا.